السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسله الفيديوهات الخاصه بتقديم على منحه تشيفنينج. في الفيديو هذا حنحكي على كيف وامتى وليش تقدم على الجامعات وكيف تختار التخصص. حشارك معكم مجموعه من الويب سايتس اللي هي حتساعدكم في البروسيس اللي خاصه باليوني ابلكيشن او تقديم الجامعات بصفه عامه. أي حاجة جديدة على القناة، أنا اسمي عالية الشريف، طبيبة أطفال ومتحصلة على منحة تشيفنينج 2022-2023، طالبة ماجستير في تخصص الميديكال إديوكيشن. خلونا نبدأ الفيديو. أول حاجة، أمتى نقدم؟ أول سؤال نجاوب عليه في السلسلة هذه اللي هو أمتى أنا نقدم على جامعات وكيف هي البروسس. أول نقطة ضروري أنت تعرفها إنه هو الابليكيشن اللي خاص بالجامعة يختلف عن الابليكيشن الخاص بالتشيفنينج. التشيفنينج هو تو البريوريتي في 12 سبتمبر بإذن الله حيفتح الابليكيشن اللي هو خاص بمنحة التشيفنينج، فأنت المطالب منك أول شيء إنك أنت تملى الابليكيشن اللي خاص بالمنحة، وهو يختلف على الجامعة. كيف يختلف على الجامعة؟ إنك أنت في الابليكيشن بتاع تشيفنينج تبي تذكرك اللي هو اللي نقوله الكورس، يعني تايتل أو الكورس نيم نقدر نقوله، تختار شنو هو الموضوع اللي أنت تخصص، هل هو بيزنس، شنو هو في البيزنس، لو أنت مثلا تبي بيزنس، لو شيء له علاقة بالطب شنو هو بالضبط اللي له علاقة بالطب، فأنت تبي تحدد التخصص بالضبط. تاني حاجة تبي تحددها انك انت تذكر تعطيهم ثلاث جامعات ترتبهم من 1 2 3. رقم 1 هي اكثر وحدة انك انت تبيها، وهي بروان اللي هي خيارك الاول، والبريورتي حتمشي للخيار الاول، وخيار بعدها عندك جامعة ثانية والثالثة. هذا هو بس مبدئيا اللي انت تبي تكتبه او اللي تبي تحطه في البروسس الاولى اللي هي تكمل في نهاية تكمل في بداية شهر نوفمبر. يعني هذا هو المطالب منك. بالنسبة للجامعات، امتى الديدلاين بتاعها؟ حتكون حنحط لكم التاريخ بالضبط، نهاية 6 بداية 7 اللي هو تحصل على الموافقة الغير. بمجرد انك انت كملت نقولوا الابليكيشن بتاع تشيفنينج وديت سبمشن، حتبدا في البروسيس بتاع الجامعات. فانا من رايي انه هو البريوريتي توج انك انت تركز فيها، تركز على الفور السيز، وتركز على فعلا انا كيف نختار التخصص والجامعات، لانك انت تبي تختار التخصص، هو التخصص هو اللي بيعتمد شويه عليه الجامعات. طبعا التخصص حنحكي لكم عليه شويه كيف تقدر تختار التخصص لأي حد مثلا ما عندش مثلا فكرة، أو ممكن توا كيف تخرج مش عارف مثلا شنو يختار التخصص. أول حاجة تبي تديرها، أول قاعدة يعني شيء تعرف أنك أنت مش بالضرورة، خاصة لو أنك أنت لك كم سنة يعني متخرج، مش بالضرورة تخصص طلعت منه من الجامعة أو اللي اشتغلت فيه هو نفسه تدير به ماستر. باهي هذه أول شيء. يعني مثلا نعرف وحدين توا هو فارماسيست مش هدار شيء في البزنس، هو مثلا انجينير مش هدار انترناشونال ديفلوبمنت، هو اي تي في تخصص اي تي مش هدار في الانجليش. فهو يعتمد على انت ميولك، انت مثلا الشيء اللي عندك شغف به، وحتى مرات ما يكونش حتى شغف، ممكن شخص يكون عنده اكثر من شغف، ولكن انت رؤيتك في مستقبلك. وهذه كل شخص، شوفوا كل شخص يعرف نفسه، يعرف شنو هو الشيء اللي بيساعده، يعني شنو الشيء بيسهل لك الاشياء الكبيره. شوفوا بالنسبه للماستر هو خطوه لابد انت تاخذها، يعني مش لابد تاخذها، انت اخترت انك انت تدير الماستر، فانت اخترت تدير وتعطي سنه من عمرك، ضروري يكون عندك شويه رؤيه لنفسك مش لاي حد اخر. ما تحاولش تقارن روحك باي شخص اخر، انت كشخص اللي يسمع فيا سواء بنت او شاب، انت كشخص كيف بيساعدك التخصص هو انت اللي اخترته كيف حيساعدك، فانت على الاساس هذا تختار. الشيء الاساس الثاني اللي بتختار عليه هي حسب انت شنو عندك. مثلا انا اول ما هنقول لكم انا كيف اخترت، انا اول ما قررت نختار مثلا تخصص ميديكال اديوكيشن ما كانش واضحه في الاول، يعني انا يعني اول حاجه خطرت في بالي اني انا ممكن نختار تخصص له علاقه بالاطفال، طب الاطفال، لاني انا بما اني نشتغل في التخصص وهيك. لكن بعد ما انا كتبت السي في، رغم اني انا عندي حاجات اشتغلت مثلا سنوات من تخصص طب الاطفال، ولكن قررت لا، انا عندي سوفت سكيلز. شوفوا جيت انا عندي سوفت سكيلز وفي حاجات معينه انا قاعده في السي في بتاعي ليا فوق مثلا 10 سنوات او اقل،
او اكثر مرات اني انا عندي في شيء معين انا ندير فيه من السنه الفلانيه، انا ندير في الاشياء دينا كلها لهن علاقه بالميديكال اديوكيشن، وانا ما كنتش منتبهه ان لهن علاقه. وهذا هو، شوف هذا هو الكي اللي هو ممكن يخليك يصير لك بروسس للمرحله اللي بعدها. ليش؟ لانك انت لو انت اخترت التخصص بما يتناسب مع السي في او الريزومي بتاعك ومشيت خطوه بخطوه، بعد ما توصل للانترفيو ممكن تغير تخصصك. يعني مثلا انا توا كان السي في بتاعي كان كله له علاقه بالاديوكيشن بطريقه او باخرى، يفتح على الاديوكيشن. فانا بعد ما كتبت الاسيس اوكي قلت اديوكيشن، انا عاجبني اديوكيشن، كنت حتى نفكر في الفتره هذه هل انا عن ما نوصل الانترفيو هل انا نبي ميديكال اديوكيشن او نختار تخصص ثاني. بعد ما وصلت في الانترفيو انا قررت اني انا ما غيرش التخصص. لكن اي حد توا يسمع فيا وان مثلا السي في بتاعه ماشي في تخصص معين، ماشي في طريق معين، ماشي فيها الطريق هذه لعند توصل في التخصص، لعند توصل في الانترفيو. في الانترفيو تقدر تغير الجامعات، تقدر تغير تخصص او تغير جامعات بس. فانت ما تحسش بتوتر انه هو ضروري انا نختار تخصص معين او جامعه معين، لا، حاول تختار الشيء التخصص اللي يعكس، شوفوا التخصص اللي يعكس السي في بتاعك او الريزومي بتاعك في الاسيز. يعني الكلام اللي انت بتقوله في الاسيز يكون يتماشى مع التخصص بتاعك او الخبره اللي انت قاعد فيها وهكذا. فهي هذه اول نقطه ان نحن نكون فايتين منها. فانت دير كيف الخريطه. انا شنو كيف درت؟ كتبت مثلا من 2000 وكذا، مثلا انا مشتغل من سنوات معينه، من 2000 وكذا قبل تقدر تختار سنوات من قبل التخرج. مثلا ناخذ مثال مثلا 2000 مثلا 2010، باهي ناخذ هذا مثال طبعا. 2010 مثلا عند 2000، انا بعد ما قدمت 2022، انا نقولوا قدمت 2000 كان 21، الابلكيشن بتاعي قبلوه في 2022، فانا عند 2020. فبقيت نكتب كل شيء انا درته، كل شيء صغير كبير، مهما انا ممكن حاجات نسيت بعد فتره تذكرت، يعني خدها مني ممكن البروسس هذه يوم او اقل، حتى ممكن من يوم كتبت فيه كل شيء. والحاجه اللي نذكرها اصلا بعد فتره ننسى، يعني الحاجه نذكرها لان نقولوا فتره طويله نكتبها. بعدها بقيت نقول باهي شنو الحاجة الكومن، شنو الحاجة الثيم الكومن، في ثيم تبي تطلع الكومن ثيم. باهي الكومن ثيم، انا الكومن ثيم اللي بطلعه شنو الشيء المشترك، شنو الشيء اللي انا رابط كلمة واحدة شيء واحد نقدر نحطه في اللي. مثلا مرات يطلع مثلا انه هو شاطر مثلا في الليدرشيب، مثلا في التيم وورك، مثلا هذا فالي معين، هذا حاول تعكسه في تخصص معين. بأنا مثلا تخصصي فارماسي، مثلا صيدلة، أنا كيف نقدر نعكسه؟ أنا تخصصي طب هندسة، أيا كان التخصص، مثلا فاشن تخصصك، يعني سواء علمي أدبي ما يفرقش الموضوع. فأنا كيف نقدر نعكسه؟ مرات واحد عنده هواية، مثلا هواية رياضة معينة، شيء معين يقدر الشيء هواه يدير به ماستر. فشوية نبيكم توسعوا الأفق بتاعكم، لأن أي شيء ممكن تقدر ديره طالما هو شيء يعكس السي في متاعك ويساعدك في المستقبل. نشوف السؤال الآخر اللي هو به أنا أمتى ندير. قلنا أنه هو في بروسس متاع جامعات، هذا اخترت التخصص، هذا أول شيء. ثاني شيء اللي أنت بتفكر فيه هو أنا كيف نختار الجامعات، يا أما الجديدة اللي أنا بنختارها وبنحطها بعدين بغيرها في الانترفيو، أو أنا بنجيب موافقة للجامعات اللي أنا ذكرتها. طبعا قصة الجامعات كيف أنا نختارهن، نختارهن تقريبا على أساس 3 حاجات. تختار الجامعات، التخصص قلنا كيف تختار الجامعات، في على حسب الأغلبية تشوف على حسب الرانكينج. شنو هو الرانكينج؟ معنى مستوى الجامعة، هل هو لو، هل هو هاي. طبعا تقدر تخش، حنحاول نساعدكم، هو يختلف من تخصص التخصص شوية، يختلف يعني مش بس التخصصات، ويختلف حتى مثلا مرات في نفس مثلا المدينة تلقى رانكينج شوية يختلف. لكن انت توا بما انك انت عندك خيار اي مكان في اليوكي، هتحط الرانكينج متاع اليوكي كله في التخصص اللي انت تبيه بالضبط. فحتطلع جامعات على حسب الرانكينج، على حسب حاجة ثانية اللي هو مستوى الكوست اوف ليفينج، مستوى المعيشة. مثلا العواصم او المدن الكبيرة معروف ان هي نسبة المعيشة اغلى، فيها صح فرص انك مثلا
انك انت تطلع اكثر او في كبيره من بعضها، في اللي يحب لا الكونتري سايد يحب الطبيعه اكثر، حتى المدن الكبيره فيها مثلا حدائق، ولكن ما زالت الكونتري سايد اللي هي المدن الاصغر ما زال فيها طبيعه اكثر. في المدن اللي هي نقدر نقوله في النص، مش كبيره واجد ومش صغيره واجد، والكوست اوف ليفينج تتراوح. انت تقدر حتى الكوست اوف ليفينج تقدر تعرفها بسيرش بسيط يعني عليها. آخر شيء حتى هو يعني تختار على أساسه، اللي هو أنت ميولك يعني الشخصي في اللي مثلا يحب المدن، يعني يحب أشياء معينة، مثلا يحب الميوزيمز، مثلا عنده هوايات معينة، عنده مثلا فريق معين بيتبع ماتش كورة معين، ممكن هذا كله أنت تحدده ومتستهينش فيه. ممكن حتى تذكره حتى في الأسايز إنك أنت بتمشي المدن هذين تمارس الرياضة هذه، تمارس الهواية هذه، فهو على حسب حتى الانترست متاعك. وزيادة أخرى حتى غير الرانكينج متاع الجامعة وهيك، في شيء إنه هو الفيدباك اللي هم students، تقدر تشوف الفيدباك على الجامعة هذه أو الجامعة هذه، وأنت تشوف على أساسه هل هو الكلام اللي يقول فيه الطلبة هل هو ممكن أوكي يتماشى معايا أو لا أو شيء. وحاجة أخيرة حتى هي اللي هي الحاجة الثالثة، اللي هي على حسب الجامعات. مثلا الجامعات الكبيرة وكل ما كان الهاي رانكينج عادي، في حاجتين يرتفعن معاها واللي هي حنحكوا عليها في النقطة اللي بعدها. الجامعات عادة يطلبوا حاجتين، يطلبوا مستوى معين أكاديمي من الدراسة، ويطلبوا يطلبوا الايلس او اي امتحان مستوى تحديد مستوى انجليزي. توفل ايلس الاكثر شيوعا هو الايلس، لكن حتى التوفل اغلبيتهم ياخذوا الايلس. توفل في يعني امتحانات اخرى، بعض الامتحانات حتى هي تاخذ في امتحان اسمه الاو اي تي، لكن يختلف. فهو كل ما الجامعه كانت الهاي رانكينج بتاعها عالي، كل ما يكون الانجليزيه حتكون عاليه. فهذه حتى هي نقطه انت يعني تبي تحطها، وعلى حسب الانجليزيه بتاعها يعني يبوا انجليزيه لا يعني يبوها عادية مثلا 6 مثلا، ويبي مثلا على كل سكشن مثلا يبي شيء معين. في جامعات لا 6.5 بعدها 7 وهكذا. انا طبعا نحكي هنا على الايلس يعني. فحتشوف حاجتين، الجامعة والجامعة شو يقول لك، يا اما يقول لك 2.2 يا اما 2.1. 2.1 و2.2 نحكي بالنسبة، انا تخصصي في الطب نحن شهادتنا كانت بالبرسنتج، فانت تبي تدير معادلة بسيطة وتدورها على النت. انا حنحاول لو لقيت اي شيء انا حسبت بيه حنحطها لكم. انا يعني انا حسبت معدلي وتأكدت هل هو يتماشى مع 2.2، وانت احسب 2.1 و2.2 بما يعادل شنو كم النسبة اللي هما يبوها يعني. فهذه والاول ايس. فانت لو انت من الاول عارف ان هي جامعة هذه انا لا الانجليزية او شيء، ما فيش داعي انك انت نقوله تخش في روحك في متاهات وتخش في روحك تضغط على نفسك. انت عارف انك انت تجيب السكور هوا او المستوى هوا، نشجعك انك انت تختارها. ولكن حاول حاجة اخرى، حاول انك انت جامعات تختارهن يتفاوتن شوية، واحدة very high ranking واحدة اقل وواحدة في النص. يعني ما تختارش مثلا كلهم مثلا تختارهم الهايست مثلا رقم 1 و2 و3 في الرانكينج، يعني في الرانكينج حتمشي علي تدور على الانترناشونال ستودنت ريكويرمنتس. ففي الانترناشونال ستودنت حاطين لهم ريكويرمنتس خاصة بيهم، يختلف على شخص عايش او مولود في اليوكي او هو يعني بريطاني يختلف. فبالنسبة لنحن يعني كل مش الأغلبية الفائزين بالمنحة تشيفليك هم مش زي أخرى بنحكي عليها اللي هي بخصوص الجامعات. أنا كيف نعبي الفورم يعني توا خلاص عرفنا إنه هو يا أما تدير بحث من خارج موقع تشيفليك، يا أما تدير نقوله من داخل موقع تشيفليك. فأنت تخش على الكورس متاعك وتخش على الابليكيشن بالنسبة للإنترناشونال ستودنت، وحنحاول نحط لكم هيك سكرين شوت او ندير نصور لكم فيديو بسيط انه هو كيف نعطيكم مثال يعني كيف تخش على بالموقع، كيف تدور، وبعدها كيف تخش للجامعة بالتحديد وتبدأ تعبي. فهو الابليكيشن يطلع لك يختلف من جامعة لجامعة، ولكن بصفة عامة حيكون المتشابهات. مثلا في عندك الكوفر لتر ويبوا شهادتك جامعية، وعادة يطلبوا فيها ان هي تكون مترجمة. والحاجة الأخرى حيطلبوا إنجليزية، ويقولوا لك حط يعني نتيجتك، وكل سكشن حيقولوا لك اكتبها،
حيقولوا لك حط التوتال يعني. والحاجة الأخرى اللي حيطلبوا منك السي في، سواء إنك أنت يسألوك أسئلة معينة وتفرغهم يعني في الأبليكيشن، أو حيكون فيه، أو هن الاثنين مع بعضهم. الأغلبية أنا اللي عبيتهم كان هن الاثنين مع بعضهم، اللي هو يطلب سي في يقول لك حط البي دي اف بتاع السي في بتاعك أو الريزومي فتحطه، وحيطلب فيه الجزئية الأخرى اللي هي يسألك أسئلة محددة، ليش أنت تبي جامعة هذه مثلا، شنو هو اللي عندك يتماشى مع التخصص، ممكن أنت تفيدك. في جامعات أو أغلبية الجامعات يسألوك أسئلة نقول شوية مثلا عميقة في التخصص اللي هم، وتتبين لهم الانترست بتاعك، ما فيش داعي تعقد الأمور أو هيك، ممكن بس تكتب لهم يعني ممكن 3 صور 4 صور على حسب يعني الجزئية. هو طبعا حتى الجواب حيكونوا محددين لك مثلا المينيموم كذا الماكسيموم كذا في الجواب اللي جاوبه، ويكون عندك كفر لتر. حتى هيدي الكفر لتر أنا نصيحتي أنا حاول ديني أنك أنت الجامعات اللي حتقدم عليها كلهن حيكون نفس التخصص انت تبي، او مثلا انت غيرت نفس التخصص انت تبي، حتى لو انت غيرت تخصصك مش حتقدم على الجامعات، انت الجامعات اللي انت تبي التخصص. فعندك 3 جامعات هذين نفس التخصص اللي انت هو عندك الانترست فيه، فش حد يحضر كفر لتر وحده، وتبقى كل ما تقدم على جامعة تغير في حاجات بسيطة فيها، يعني تغير مثلا الموديولز كذا. نصيحتي مثلا في الجامعات حاول انك انت سواء في تشيفنج ابليكيشن سواء في مع الجامعة، حاول تبين لهم اهتمامك انك انت طلعت حتى على الموديولز، يعني تخش على الكورس بتاعك والماستر بتاعك وتخش على الموديولز او المواد اللي بتقراهم، واقرا عليه المواد اللي انت بتقراها. فاقول لهم انا عندي انترست اتعلم كذا، انا مثلا لو عندك خلفيه في ماده معينه انا عندي خلفيه في كذا اشتغل في كذا. فهذه الحاجات هذه النقاط هذه تفرق سواء في تشيفنج ابلكيشن سواء حتى في الجامعه. عاده الجامعات ما يطولوش في الرد، ف يعني من 4 اسابيع الى مثلا نقولوا ممكن الحق ممكن فوق 4 اسابيع 6 اسابيع 8 اسابيع، لكن انت عندك بعدها تبقى تتواصل معهم على الايميل. ما بيش نطول الفيديو هوا أكثر من هيك، ممكن ندير فيديو آخر ممكن لتكملة تقديم الجامعات، بس هي هذين أكثر يعني أكثر نقاط مهمة تعرفهن قبل ما تقدم على الجامعات. بالتوفيق، ولو أي حد ما درش سبسكرايب للقناة يدير سبسكرايب ويدير لايك للفيديو وينشر أصحابه لو يعرف أي حد ممكن يستفيد منه. مع السلامة.